مرحبا أعزائي في درس جديد، وهو الدرس 23 من الوحدة الخامسة بعنوان الهرم والموشور القائم لا بيراميد اي لو بريزم دغوا. إذا الهدف من هذا الدرس، الهدف الأول أحدد خصائص كل من الهرم والموشور القائم. أما الهدف الثاني أربط كل مجسم بنشره. والهدف الثالث أنشر كل من الهرم والموشور القائم. إذا أول شيء نبدأ به وهو تذكير. لاحظوا معي أعزائي الشكل الأول، فهذا المجسم يسمى مكعب، جيد. أما المجسم الثاني فهو يسمى متوازي المستطيلات. أما المجسم الثالث فهو يسمى الهرم، جيد جدا. الآن نمر إلى وضعية الانطلاق. إذن لاحظوا معي أعزائي هاته المجسمات، لدينا مجموعة من المجسمات، فالمجسمات تنقسم إلى نوعين، لدينا مجسمات وجوهية ومجسمات غير وجوهية، جيد. إذن فما هو المجسم الوجوهي؟ نعم، المجسم الوجوهي هو الذي لا يتدحرج لأن لديه أسطح مستوية. أما المجسم الغير الوجوهي فهو الذي يتدحرج كالكرة والمخروط. إذن لاحظوا معي الشكل الأول، هذا المجسم آش، إذن لديه أسطح مستوية، إذن فهو مجسم وجوهي، جيد. أما المجسم الجي فهو عبارة عن كرة ليس لديه أسطح مستوية فهو يتدحرج، إذن فهو مجسم غير وجوهي، جيد. أما المجسم F فلديه أسطح مستوية، إذن فهو مجسم وجوهي. ولدينا المجسم E متوازي المستطيلات، لديه أسطح مستوية، إذن فهو مجسم وجوهي. وأيضا المجسم D فلديه أسطح مستوية، إذن فهو مجسم وجوهي. أما الشكل C فهو عبارة عن مخروط، والمخروط فهو يتدحرج، إذن فهو مجسم غير وجوهي. أما المجسم الأخير فهو مجسم وجوهي لأن لديه أسطح مستوية. إذن المجسم إما أن يكون وجوهيا أو غير وجوهي، جيد. الآن سنرى الموشور القائم. لاحظوا معي هذا الشكل، إذن الشكل بي أو المجسم بي فهو مجسم لموشور قائم ثلاثي. إذن أعزائي فما هو الموشور القائم الثلاثي؟ إذن لاحظوا معي هذا هو المجسم بي، لدينا هنا قاعدتان متطابقتان وهما عبارة عن مثلث، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، فهما متقايستان ومتطابقتان. إذن الموشور القائم هو وجوهي، له قاعدتان قابلتان للتطابق وهي على شكل مثلث كما في هذا المثال، وأوجهه الجانبية الثلاثة على شكل مستطيلات، هذا الوجه الأول ثم الذي يقابل الوجه الثاني وهنا في الأسفل الوجه الثالث. إذن أعيد، الموشور القائم الثلاثي له قاعدتان قابلتان للتطابق وهي على شكل مثلث وأوجهه الجانبية الثلاثة على شكل مستطيلات، جيد. الآن سنرى الهرم. إذن لاحظوا معي لدينا هرم أول وهرم ثاني على هذا الشكل. إذن يتم التمييز بين الهرم الثلاثي والرباعي فيسمى حسب أضلاع قاعدته. إذن فالهرم الأول هو هرم ثلاثي قاعدته على شكل مثلث، انتبهوا معي هاته هي القاعدة، إذن فهي على شكل مثلث، لهذا يسمى هرم ثلاثي. قلنا دائما بأن الهرم يسمى على حسب أضلاع قاعدته، لدينا هنا ثلاثة أضلاع، إذن فهو هرم
الثلاثي لأن قاعدته على شكل مثلث، أما الهرم الثاني فهو هرم رباعي قاعدته على شكل مضلع رباعي. انتبهوا معي للشكل الثاني، فهو هرم رباعي لأن القاعدة هي عبارة عن مضلع رباعي. جيد جدا، إذا نرى الآن خصائص كل من الهرم والموشور القائم. نبدأ أولا بهذا المجسم وهو عبارة عن هرم. جيد، إذا التقاء الأضلع فهو يسمى بماذا؟ إذا نعم يسمى برأس، هذا هو رأس الهرم. إذا وهذا يسمى بالوجه. جيد، ثم هذا يسمى الضلع يسمى بالحرف. جيد جدا، الآن سنرى هذا الشكل وهو موشور قائم ثلاثي. انتبهوا معي للقاعدة، فهي عبارة عن مثلث. إذا هذا يسمى بالوجه. جيد، والتقاء الأضلع يسمى بماذا؟ نعم يسمى بالرأس. أما الأضلع فهي حروف وهذا يسمى بالحرف. جيد جدا، الآن نستنتج. الموشور القائم هو مجسم وجوهي له قاعدتان قابلتان للتطابق، وأوجهه الجانبية عبارة عن مستطيلات أو مربعات. إذا لاحظوا معي هذا المجسم، فهو لديه أحرف وأوجه ورؤوس ولديه قاعدتان قابلتان للتطابق. مفهوم؟ جيد جدا، لهذا يسمى ب نعم موشور قائم رباعي لأن القاعدة على شكل مربع أو مستطيل. أما الهرم فهو مجسم أوجهه عبارة عن مثلثات لها نفس الرأس وقاعدته على شكل مضلع رباعي أو مثلث. لاحظوا معي هذا الهرم، فالقاعدة على شكل مضلع رباعي والأوجه الأخرى فهي عبارة عن مثلثات. جيد جدا، درس جديد وفيديو جديد.